الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه ابن حبان: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى لا يسألن الرجل عن أهل بيته. العدل عباد الله ضرورة لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى وما يطلبه منا ربنا جل وعلا، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى العدل الذي لا يحب الظلم وليس بظالم، وهو أعدل الحاكمين جل وعلا. عظم شأن العدل في الإسلام وكبر أمره حتى صار الإمام العادل يحشر يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن سبحانه جل وعلا. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به في هذا الحديث الذي نسبح مع بحاره الزاخرة في هذا البرنامج بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فابتدأ به لعظم مكانه ولعموم نفعه على عباد الله سبحانه وتعالى، حتى قال العلماء: ما من أحد يؤمره الله تعالى أو يملكه الحكم بين اثنين فيعدل بينهما إلا استحق بذلك إن قبله الله تعالى أن يستظل بظل عرش الرحمن جل وعلا. لنا في كل حلقة نموذج من نماذج العدل والخير والهدى والصلاح، ونموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام العادل الفاتح الذي اشتهر بهذا اللقب الفاتح، هو محمد الثاني الفاتح بن مراد الثاني، سابع السلاطين في الدولة العثمانية. كان ميلاده في شهر رجب من عام 33 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام محمد الفاتح منذ نشأته، منذ طفولته، نشأ نشأة غريبة، نشأة صالحة، نشأة مميزة، حتى كنت محتارا حينما أعد هذه الحلقات هل أضعه عند صفة الإمام العادل أم أضعه عند صفة شاب نشأ على طاعة الله، لأنه حقا شاب نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى، تربى على تعظيم الدين، تعظيم الشريعة، حفظ القرآن في طفولته وأخذ العلوم وتعلم العلم، وأخذ يتعلم اللغة العربية ثم الفارسية ولغة قومه، وهكذا حتى أتقن في سن مبكرة كثيرا من اللغات، ونشأ حازما صلبا قوي الظهر شديد العزيمة، مجاهدا نفسه كثير العبادة لربه سبحانه وتعالى، كثير المراقبة لقلبه، خائفا خاشعا خاضعا لمولاه جل وعلا. كان يتمثل للتربية تحت حكم وقيادة شيخه العلامة المربي آق شمس الدين حمزة، وكان له شيوخ آخرين أخذ عنهم وتتلمذ على أيديهم وتربى بتربيتهم رضي الله عنه وأرضاه. يتصل نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق فيما يحكى عنه ويرويه عنه علماء الأنساب والتاريخ. عندما حان الوقت لأن يكون محمد الفاتح أمير المؤمنين ورأس الدولة العثمانية في ذلك الزمان وقائد الخلافة، كان عمره 20 سنة. 20 سنة تأهل لهذا المنصب العظيم. قبل هذا السن قد تمرس على إدارة كثير من البلاد وعلى إقامة الحكم في كثير من الأماكن لكي يستعد لهذا المنصب، وحقق الله على يده وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من حديث: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فكان هو الأمير المشار إليه بكلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكفيه بهذا منقبه. كان يراعي في حكمه مصلحة الناس كلهم ويهتم من أقليات الناس خاصة، حتى أن النصارى الذين بقوا تحت ظل مملكته يعطيهم من الرعاية والعدل والإنصاف ما لا يعطي غيرهم. وبلغ مبلغا عجيبا غريبا أنه اختار من أهل العقل وأهل الإنصاف وأهل الاحتياط وأهل الحزم من علماء النصارى الذين يعيشون تحت ظل خلافة الإسلام
وجعلهم كالهيئة التي تدور وتنقب على إقامة العدل في المحاكم، دور القضاء، محلات المسلمين وأسواقهم وبلادهم وعموم أراضيهم، ويرفعون بذلك خلاصة له. وهذا التقرير الذي يرفع إليه يعتمد عليه ويقوم عليه كثير من شؤون قراراته، وكان كثيرا ما ينزل إلى أرض العامة بنفسه يبحث عن إقامة العدل في بلاد الله جل وعلا وفي أرض الله التي يملكها. رحم الله الإمام العادل محمد الفاتح ابن مراد الثاني أمير الدولة العثمانية فاتح القسطنطينية الشاب الذي نشأ على طاعة الله. رسالتنا بعد أن تأملنا شيئا من سيرة هذا الإمام العادل وشيئا من ترجمته إلينا معاشر الشباب، هذا شاب ولي الخلافة في العشرين من عمره فأحسن فيها وعدل فيها وأقام حق الله جل وعلا فيها. رسالة أخرى، كثير في تاريخ المسلمين هي النماذج الجميلة التي تعجب شابة كانت أم كهلة، لكن إذا أردنا أن نعيد هذه النماذج إلى واقعنا مرة أخرى علينا أن ندرس كيف تربت هذه النماذج وكيف نشأت وكيف كانت طفولتها وكيف كانت نشأتها، فإن الثمرة مترتبة على طريقة غرس الشجرة والعناية بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.